أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني لسفيرة النرويج في العراق توني أليرز أن العلاقات بين أربيل وبغداد اتخذت مسارا إيجابيا وهناك فرصة لحل المشكلات، فيما كانت الانتخابات المقبلة وتهديدات الإرهاب والأوضاع الأمنية في العراق وحادثة الفرحاتية محاور أخرى في اللقاء. وقدم البرزاني شكره لدور دولة النرويج في التحالف الدولي للحرب ضد داعش ورحب بتطوير العلاقات بين الجانبين، فيما أبدت سفيرة النرويجية تعاطفها وقلقها لحادثة الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، فيما وصفت بالخطوة الإيجابية الاتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.